بلشت. صباح الخير. رقم 3 صفحة 5. البارحة أخذنا قلنا إذا نهايات مثلثية شو بنعمل وحدنا عليها ونظيفها، اليوم على الأغلب رح نصحها فرض الحصة إذا لحقنا، إذا ما لحقنا بنترك لكم مجال اليوم الأربعاء تحلوه مرة إن شاء الله. النوع الثاني تابع جذر التربيع قلنا إمتى بنضرب بالمرافق ونخرج عامل مشترك. النوع الثالث اللي بدنا نناقشه اليوم إذا التابع صحيح أو تابع كسري. حدودي معوض بالحد المفيد. إذا تابع صحيح أو تابع كسر حدودي معوض بالحد المسيطر. تأكد إن البفل الصوت عالي. لأنه هون ما في صوت إشي. هتسمعني علي؟ كيف هاي؟ تعالوا أذكركم. ليميت إكس مربع زائد 5 إكس زائد 3. والإكس تسعة زائد لا نهاية أو ناقص لا نهاية. ما بنعوض بالكل. بنعوض فقط بالمسيطر، المسيطر يعني أكبر أس مع أمثاله. مين هو أكبر أس؟ إكس مربع، بتقول ليميت إكس مربع، بتعوض بس فيه. بتعوض سواء ناقص لا نهاية أو زائد لا نهاية، بالحالتين بيطلع زائد. طبعاً إذا هون في أمثال، هون بتحط الأمثال للمسيطر. فاهمة؟ هذه فقط ركز معي عند الزائد والناقص لا نهاية، عند الأعداد لا بدك تعوض بالكل. طب لو كان كسر ليميت مثلا اكس ناقص 5 على اكس مربع زائد 10 والاكس تسعة زائد 8. نفس الطريقة تاخذ المسيطر على المسيطر. المسيطر هو نص اكس والمسيطر هو مقام اكس مربع. اختصاره واحد على اكس. تروح هاي مع واحدة من هذول. بتعوض عند على نهاية صفر. بالبكالوريا مسموح تطش فورا. ليه؟ لأنه درجة البسط أصغر من المقام. لما بالبكالوريا اذا درجه الوسط اصغر من المقام فينا نطج مباشره صفر. فينك تقرب شوي لهون بحيث ما تطلع بالكاميرا. قرب لشو؟ اكثر من ما بيقدر قرب هيك كمان قرب ما هيجي مش عارف يدخل الاخيره. يلا نصفوا شوي. طيب تعالوا نعكس علاقه البسط كبير والمقام صغير. ليميت اكس مربع زائد 10 على اكس ناقص 3 والاكس تسعة زائد 8. هون ناخذ المسيطر على المسيطر. اكس مربع على اكس اكس يصير ليميت اكس عوضها بلا نهايه بيطلع الجواب لا نهايه. اذا كان درجه النص تساوي درجه المقام ليميت 3 اكس ناقص 5 على 2 اكس ناقص 10 والاكس تسعة بلا نهايه موجب او سالب. هون تاخذ المسيطر على المسيطر وتروح الاكس مع الاكس. شو بضل؟ 3 عدو. وفينك تطجه مباشرة 3 عدو. هذا إذا كان اسمه تابع صحيح. كلمة تابع صحيح يعني ما بيحوي جذر تربيع، ما بيحوي لوغاريتم، ما بيحوي يو اكس، ما في هذول. وفي شغلة هي ليميت اكس زائد جذر اكس او اكس مربع زائد جذر اكس والاكس تسعة على زائد. هون ما فينا تاخذ المسيطر لانه هون في جذر. اذا هذا ممنوع. هون بتسحب عامل مشترك. تعال نحل عليه كمان. تصير ليميت. طبعا هون لا ما في داعي تسحب عامل مشترك. اذا بدي اعملها ناقص عشان تصير عدم تعيين. زائد ثاني ناقص ثاني عدم تعيين. شو شو تصير؟ تسحب جذر الاكس عامل مشترك. هي بتصير اكس مربع على جذر اكس. اكس مربع على جذر اكس، كيف نختصرها لهي؟ نعملها لهي اكس الاكس على جذر اكس، بتروح وحده مع وحده. طبعا اكس على جذر اكس كمان جذر اكس، ضلوا اكس بجذر اكس، صح معي؟ اكس بجذر اكس ناقص واحد، هلا معوض. تصير لا نهايه بلا نهايه ناقص واحد، لا نهايه بلا نهايه جواب. هي علينا علامة، ما مشكلة البكالوريا، هلا لو كانت ثلاث متى كان مبين ها درجته أكبر منها، لأنه هذا درجته نص. بس بالمنهاجنا ما في شيء اسمه درجة نص، درجة واحد اثنين ثلاثة فين. فأنت مضطر تطلع جذر إكس عامل مشترك. هي الحالة مراجعة سريعة للحالة الثالثة. تعليمي شوي. شو؟ لا تمام.
تمام بس طلع ايده شوي. تمام لا ما مغطي له. مغطي له. لا لا مش الحر. مش الحر. قاس شيء شو. حالة وين صرنا؟ تجيني حالة أربعة صفر بلا نهاية. كثير حلوة هي وكثير مهمة. في حالة صفر بلا نهاية تابع أوستيا ولوغاريتمي كيف شغلة لإلها من برا المذكر نستفيد من الخاصة نضيفها بينا نستفيد من الخاصة شغلونا يا دينا على رجلكم كان تصوير بدكم مراوح مين بده مروحة بس انت مش عمر هون الله يبعث لك الله يبعث لك في حالة صفر بلا نهاية استفد من هاي علمتكم اياها الواحة اكس بي واي ركز معي هي واي على نزل الهي لتحت واحد على نزل كتير بتنفعك بهذه الحالة كتير منطقة أصلاً البارحة كمان كان الصفر بلا نهاية بالمثال تبع تبع الصين كمان كان عم يطلع الصفر بلا نهاية أعتقد ما بتذكر وقت مو بس تشوف صفر بلا نهاية لازم تخطر على بالنا يعني بحق لي نزل شغلة لتحت اطلبها في ثلاث قواعد مهمة بهذه الحالة أول قاعدة ليمت تي ما تقولي ماني آخذ لوغاريتم كله عم ينعاد معك تي بلوغاريتم التي لما التي تسعى للصفر الجواب صفر هذا قانون مباشر مثال ليمت اكس بلوغاريتم اكس شوفوا اكس بلوغاريتم اكس لما الاكس تسعى للصفر الجواب صفر طلاب وين بيخربطوا بيعوضوا؟ بيقول لك بدي اعوض صفر لوغاريتم الصفر لا نهاية لا نهاية صفر لا على خربطهم لا هذول بدمجهم مع بعض وحط الناتج شو؟ صفر إذا بلدي أربعة ونص هيك أحسن عشان يشوفوا أنا عندي عقولة تقريبا هو عندك عقولة مثال آخر ليمت اكس مربع بلوغاريتم اكس لما اكس يسعى للصفر بكل بساطة كمان صفر ليش؟ هل اكس مربع فيني اعملها اكس بإكس صح؟ وكم منهم في لوغاريتم اكس؟ هذول صفر وهذا شو كمان؟ صفر فالجواب صفر طب لو اكس مكعب كمان صح لأنه صار اكس مربع بإكس الاكس بتندمج مع هاي بتصير صفر والاكس مربع صفر ترجع كمان شو صفر سكر على الله حالة شو الصفر تقريبا يا زلمة؟ هاي تسعة يقترب من الصفر هيك معنى النهاية أصلا يقترب من النهاية بس مو صفر يعني يقترب من النهاية زائد النهاية مو هيك قصدك بالنهاية قصدك كل ما بتاخذ أعداد أقرب من الصفر أقرب 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 آخر شيء ستقترب جدا من الصفر هيك معنى هذه معنى النهاية الأساسية وحدة ثانية بالنسبة للي بعدها تي أس إن رجعونا يلا يا ولد
limit t was n لا استطعت في المفتاح limit ركز guys واحد على x بلوغاريتم واحد على x لما x تسعى للانهاية ضبط ولا ما ضبط؟ ضبط القانون بيقول لك المضمون لازم يكون صفر وهذا لازم يكون صفر طبعا قلنا لا نهاية بهاي عدد بلا نهاية صفر هاي عم تطلع صفر وعدد على نهاية صفر معناها ضبط هاي اللي كأنك عملت التي وهي عملت التي والتي عدد على نهاية صفر معناها القانون ضابط معناها هذا شو جوابه؟ هذا جواب صفر بعطيك تعليل لأنك كأنك غيرت المتحول لك دير بالك اذا انا مو دائما الاكس بتسعى للصفر انا ما بيهمني الاكس بتسعى لمين مثل الساين والكوساين البارحه انا بيهمني المضمون يكون صفر مثل هذا هيك المضمون صفر مضمون صفر المضمون صفر المضمون صفر بغض النظر عن هيك هيك كمان تمارين بدنا ندير بالنا منها مش الحال تشبه تمارين الساين البارحه تعليل عليها علامه لان ليميت تي لوغاريتم تي تساوي الصفر شوفوا هاي جذر الاكس بلوغاريتم جذر الاكس لما الاكس تسعى للصفر شو رايكم؟ كمان صفر 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 طبعا كثير نستفاد من هاي طبعا هاي اذا بنغير متحول شو بتصير؟ تي هاي شو بتصير؟ تي التعليل عليه علامة تقول لي أن لمت تي بلوغات من تي تساوي صفر بس أنا ما بيجيبوها هيك جذر رح تشوفوها بالوظائف بكره بتيجي هيك جذر الإكس بلوغاريتم مثلا 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 صعبة شوي x بلوغاريتم x مربع x بلوغاريتم x مربع من خواص اللوغاريتم هالاثنين بترجع لورا في خواص من اللوغاريتم لازم احنا نعرفها الاثنين بترجع لورا شو بتصير؟ اثنين رجعت ب x بلوغاريتم x هذول مع بعضهم شو؟ صفر اثنين بالصفر تمام؟ تعال نشوف بس خواص تبع هدول اذا بدكم بس نشوف خواص اللوغاريتم الموجودين عشان يزلزلون واحد رح نشتري عنه هيك قبل شوي اعتقد بصفحه 15 لا ما بدي اياها بدي خواص مين بدي اياها بدي المضمون لازم يكون صفر والجبر شو؟ صفر بغض النظر عن الساين. بالكل حتى الساين البارح. تذكر ساين تي على تي صفحة 28 راجعنا خواص اللوغاريتم صفحة 28 شو هو؟ أهم خواص اللوغاريتم ليه 28 هيني على صفحة من تحت مكتوب نص الصفحة يا أول خاصة لوغاريتم الجدار يعني لوغاريتم أ ضرب ب شو بتصير؟ لوغاريتم الأ زائد لوغاريتم ال لوغاريتم القسمة لوغاريتم أ على ب بتصير لوغاريتم الأ ناقص لوغاريتم ال ب شوف هيدي إي أس لوغاريتم الإكس الإي واللوغاريتم بيروحوا مع بعض متعاكسان بتضل الاكس لوغاريتم ا اس ان هي اللي طبقتها هون انا هلا هي الاس الاس بيرجع لورا بصير ان بلوغاريتم ال ا لوغاريتم اي اس اكس كمان اكس بترجع لورا بصير اكس بلوغاريتم الاي ولوغاريتم الاي واحد ما بدنا ننساها فبتضل الاكس لحالها
هذه اهم خواص اللوجر. انا طبعا كثير احنا عم نشرح بهذه الاثر. اذا هي فصفصنا كثير بهذه الحاله واللي هي تي بلوغارثمتي. هلا نشوف تبعون الاي تبعون الاسي. لا بالعكس خالص. خلونا نشوف خواص التابع الاسي. الحالة الثانية تي اس ان بي اس ناقص تي. كلمة ليمت تي اس ان التي تسعى لزائد لا نهاية. شوف هي هون موجب وهون الاس لازم يكون سالب. انا كيف بتذكرها لهي؟ بتذكرها لهي يا حلوين هاد وهاد عكس بعضين بهالطابق. انتبهتوا؟ فهذول جوابهم فورا شو صفر. تعال عكسها كمان صح. ليمت تي تسعة لناقص لا نهاية. تي اس ان اي اس زائد تي. شوف كمان. هاد عكسه لهاد. عن هذا قانون شو؟ نجمة بتكون إذا ما في تي اس تي اي اس. ناقص التي على تي اس ان اللي مكتوبة بس تي. لا هي تي اس ان عمومية. شوف نسخة مدرستك إذا مكتوبة تي عمليها تي اس ان. وحيث الان عدد طبيعي. شو يعني الان بدها تكون واحد اثنين ثلاثة أربعة. يلا مثال ليمت اكس بيوس ناقص اكس لما الاكس تسعى زائد لا هاد عكس لا فالجواب صفر مباشرة. طلاب هنا عم يخربطوا عم يعوضوا لا نهاية بيوس ناقص لا نهاية صفر. صفر بلا نهاية على الثاني. أنت عوض انت هذه جاهزة. هي x بي اس ناقص بس تشوفها صفر. مثلا ليمت x بي اس x بس x تسعى لي ناقص ثانية. هي لو موجب هي تسعى لي معناها الجواب برضه صفر. مثال آخر ليمت x مربع ب يوس x لما x تسعى لناقص لا نهاية. شو الجواب؟ صفر. وضحت؟ هذه تطبيق على هدول الاثنين. تحفظون تتقنون تعرف تطبق. مين عنده سؤال لهون؟ حالة وصلنا خمسة. في حالة لا نهاية على نهاية نخرج عامل مشترك من الوصل والمقام ثم نختصر ثم نعوض. ناخذ مثال عليها معلمين شو ان شاء الله فاتكم السنافر اللي ورا. ليمت x ناقص جذر x على x زائد واحد لما x تسعى للا نهاية. مسيطر على مسيطر ما بسيطر لانه هون في جذر. اذا بدنا نعوض لا نهاية ناقص هون في عدم تعيين ولا نهاية على هنا كمان في عدم تعيين. يعني بالحالتين طلعوا عن عدم تعيين. خلينا نسحب عامل مشترك.
مثلا طلع اكس فينا نسحب، فينا نسحب الاكس عامل مشترك او جذر الاكس عامل مشترك عكس نسحب ايه بدكم الاكس لانه مشترك بالوسط والمقام يصير واحد ناقص جذر الاكس على اكس هي واحد على جذر الاكس والمقام واحد زائد واحد على اكس بتروح الاكس مع الاكس بضل معنا واحد ناقص صفر عدل على مين هاي صفر على واحد زائد صفر الجواب شو عم يطلع؟ واحد اذا سحبنا عامل مشترك يعني المعنى من هذا التمرين انه كل ما نشوف نحن لا نهايه على نهايه لازم يخطر على بالنا انه نحن نسحب عامل مشترك. طبعا امثله كثيره هون حطينا مثال طلع فيه عدد تعيين عده اشكال هون في لا نهايه ناقص لا في كمان اذا بدك تعتبر لا نهايه موجوده لا نهايه على نهايه اعطونا اللي بعد في حال صفر على صفر نحلل الوسط والمقام ثم ننتصر ثم نعوض ليمت اكس مربع ناقص 9 على اكس ناقص 3 لما الاكس 9 على 3 عوض اشوف 3 3 للتربيع 9 ناقص 9 0 على 0 عدم تعيين هاي طلعت على عجل يا سلام عبودة بدل ما سيدنا اذا بدل وهي تربت قربي كرسي كده انت مش عارف ايه انا العبوده صفر على صفر عدم تعيين بنحلل البسط والمقام كيف بنحلل الاكس مربع ناقص 9 هيدي متطابقه بنعملها اكس ناقص 3 اكس زائد على اكس ناقص بتروح هاي معنا سير ليمت اكس ناقص اكس زائد اذا واحد هاي معنا والاكس بتسعى لمين؟ لك ثلاثة زائد ثلاثة ست طلبت من فتوى يا ملاك طلبت من فتوى جيب لي اسماء طلابي حضروا المنهاج وما حضروا بس ما طلعت لي اياها لحتى اليوم اول ما بنشوف فيها بدي اياها ضروري جدا صعبة اللي بعد هاي صفر على صفر قلنا بتتابع الكسر الجذري كان يكسر الجذري يعني في كسر وفي جذر نضرب البسط والمقام بالمرافق هاي واحد اخذنا امثلة على المرافق صرنا معنا اخر وحدة توابع كسرية ولوغاريتمية وأسية لا توابع كسرية لوغاريتمية وأسية نخرج عامل مشترك من الوسط والمقام ونختصر ونتذكر هالقانونين خلونا نشوفهم لوغاريتم تي زائد واحد على تي لما تي بتسعى للصفر تساوي واحد طبعا هذا مقلوب كمان واحد رح نبدا معنا بالصفحة اللي بعدها بعد شوي والقانون اللي بجنبه كمان موجود بالصفحة اللي بعدها اللي هو الصفحة اللي بعدها خلينا نشوف التمرين رقم 6 بالوظائف بتعطيك اياها وظيفة تمام؟ بالوسط لما عم تحول الكوساين لساين عم تصير الزاوية اكس على 2 المقام اكس الزاوية، وصل يكون البسط زاوية اكس على 2 والمقام زاوية اكس، لذلك ساين الاكس اللي بالمقام لازم تحولها لنصف الزاوية استفادة من القوانين الموجودة بالصفحة 5 آخر واحد بيناتهم. آخر قانون المستطيل اللي موجود بالصفحة 5 بحول لك الزاوية لنصفها، يعني ساين الاكس كيف تتحول لنصفها؟ في قانون هون لازم تتذكره. هو 2 ساين اكس على 2 بكوساين اكس على 2 هي مشان اللي ما عرفوا حل التمرين رقم 6 المقام هيك بصير
بعدين بتختصر وبتطلع لهون. اذا انا بدي اتحول الاكس لشهر لاكس على اثنين، هلا لو هون 2 اكس هون بصير اكس، اذا هون 4 اكس هون بصير 2 اكس، هون اكس هون بصير اكس على اثنين. هذا اللي كان عم يسال على رقم 6 وما خطرت على باله. اذا تذكر هذا القانون لرقم 6. هلا بدك تعمليها مثل اللي تحت. بالصفحة شو كنا عم نقول؟ بالصفحة 6 في نهايات مميزة على اليسار، هلا آخر شيء رح تقولون ذكروني، بس في تحت قواعد هامة. آخر شيء من تحت. على اليسار شفتوها؟ لوغاريتم هلا بعض النوع مكتوب نجمة على نجمة، بعض النوع تي على تي، خلص صرتوا بتعرفوا هو ليه رمز يعني. يا أول قانون ركز معي كثير للطلاب عم يخلطوا بهالقوانين. هذول قوانين الحفظ بس اليوم رح أعلمك طريقة إذا نسيتهم كيف تنقذ نفسك بالامتحان بدون ما تحفظهم. ليميت لوغاريتم تي على تي لما تي تسعى لي زائد لانهاية بيساوي قانون بيقول لك صفر. طب هذا القانون بالعكس تعال نشوفه. تي على لوغاريتم تي لما تي تسعى للزائد لانهاية الجواب زائد لانهاية. بالامتحان في عالم تحفظ هذول واحد صغير واحد كبير. بالامتحان انت بتشوف الصغير كبير والكبير صغير. العالم بيكون مصعب، يعني بيكون انت متوتر جدا. ما عاد بتميز، بتشوف الشاب بنت والبنت شاب. بتشوف المراقب مراقبة والمراقبة مراقب. ما بدك تنسى مين الصغير ومين الكبير بين هذول. لذلك وكل بدك تخربط، بدك تقول يا ترى كان صفر ولا كان ثاني، بتعيني علي قدامك كاتبة للنهاية، بتعيني علي وراك كاتبة صفر، بتصير تشد شعراتك وتبكي تطلع تحضر يمك بعد الحصة بعد الفحص وعلى المشفى وفهم. الشباب ما وقع بهذه المشاكل. لدينا قاعدة جامعية تسمى أوبيتال أو لوبيتال سمي بالتحية. هذا أمه كانت تنادي أوبيتال أو ينادي لوبيتال نفس الشيء. لوبيتال يقول أنا نهاية الكسر مثلا F على G. إذا أنا ما بعرف طمعة بروح بقول هي نفسها نهاية F فتحة على G فتحة. يعني مشتق البسط والنقاء بيطلع معي نفس الجواب. تعالوا نجربها على مثال. ليميت على هي بدل تي بدي احط اكس. لوغاريتم الاكس على اكس. لوغاريتم الاكس على اكس. لما الاكس تسعى للنهاية. جينا على الامتحان نسينا. بس بالتعويض عم يطلع معنا لا نهاية على نهاية. ما رد معنا بشيء. لذلك شو بنعمل؟ بنشتق البسط وبنشتق المقام ونطلع الجواب. سير ليميت. لوغاريتم اكس شو بنشتقه؟ واحد على اكس. صح؟ والمقام شو بنشتقه؟ واحد. ما بنعرف نشتق لوغاريتم اكس رح نذكرك تكرم. لوغاريتم نجمة كيف اشتقوها؟ نجمة فتحة على نجمة، هذا قانون اشتقاق اللوغاريتم مشان إذا في شي حدا ما عرف الدرس. يعني هو مشتق المضمون على المضمون. فلوغاريتم إكس كيف اشتقوها؟ هو مشتق المضمون واحد على المضمون إكس فبنكون اشتقيناها. إذا لوغاريتم إكس اشتقاقه واحد على إكس. الواحد لما قام كب بينها الإكس تسعى لشو؟ للانهاية. على طيب عدد على نهاية صفر. هاي تذكرنا القانون نجعل مبيضة وانتجوا لي ياخذ صفر. ناخذ على هاي المثال ليميت اكس على لوغاريتم اكس بالعكس والاكس بتسعى زائد لانهاية تصير ليميت مشتق البسط واحد مشتق المقام واحد على اكس بالعكس
أول مقلوب بالتالي سير ليمت إكس تطلع لفوق إكس عرض إكس بلا نهاية. الجواب لا نهاية وهو جواب القانون. مثال آخر على وجهتك مثلا ليمت ساين إكس على إكس أنا سيتا ما حاطنا شو ما جواب لهي واحد سيتا ركبني عفريت جبني ولمتها مشتق القص مشتق الساين قصص مشتق المقام واحد عرض الاكس بصفر كوسين الصفر واحد رجعنا تذكرنا القانون بل اكثر من ذلك احيانا تجيك مساله 100 علامه مساله تغيرات وانت هي كسر وانت ما عم تعرف تزيل عدم التعيين ما عم تضبط كيف ما تحطها عم تطلع صعبه والمساله معلقه على النهايه ليه؟ لانه بدك تعمل جدول اذا ما ضبطت النهايه ما راح يظبط جدول التغيرات والجدول بدي يرسم لك الخط البياني وإذا ما ظبط الجدول ما راح يظبط الرسم البياني وإذا ما ظبط الرسم البياني ما راح يظبط طلب المساحة فكل يوم علق بالنهاية فبتروح على مسمارتين بتعمل الأبيض بتطلعوا لها الجواب وبتشرعوا على الأبيض برأيي بس طريقة إزالة عدم التعيين نص علامة بتكون أو علامة بس بتكون من 100 لفتت ب 90 أما إذا ما ظبطت معك النهاية من 100 كبيت 60 لأن أنت ما تظبط لا جدول ولا رسمة ولا طلب المساحة إذا رويت الكنز عظيم ينقذك حتى بمسائل التغيرات مرة صار بعام 2017 كان جاي مسألة كثير صعبة فلذلك قويتك ما عندنا نزل على الثاني ناخذ حاله بالجواب ولذلك قويتك نحن ما بيعطونا علامة ريتيا هي علامة طلاقة بس الجواب إذا كتبته أنت مباشرة بدك تاخذ بس علامة شو الجواب راح تبقى علامة الطريق لذلك قويتك وين نكتبها؟ عم بيقدر على المسودة؟ لا خلص طلع عم بيقدر ما هي رايحة ورايحة يعني شو بتقصد؟ يعني تغيير الاحوال ما راح تاخذ علامتك. فاكتب لي اياها على المبيض، لعله وعسى يجيك مصحح، ما راح نقول غشيم. ما في مصحح غشيم، كلنا فهمانين الرياضيات. مصحح فينا نقول ابن حلال، لا كمان ابن حلال صعبه. مصحح لا بدرس اكثر من منهج، مثلا بدرس صناعه وعلمي وجامعه وكذا، وهونيك بينسى انه البكالوريا ما فيها وبيتك، بكي هيك بينسى وبيعطي. وبعض احيانا بتصير يعني حظنا بس هي نحن ما بيعطونا العلامه او بيتقال اللي هي من خارج قال من هاي بس تنفر حالك بمين؟ بالجواب اذا الخارج قال ما عمل لك والله تطبق او بيتقال واترك القوانين لانه القوانين عليها العلامه عمل لك خارج قال اذا انت جحشت لا سمح الله ونسيت القوانين خلي او بيتقال سلاح احتياطي بجيبتك وقت الحاجه تنقذ نفسك بالجواب بدك تبع مبيضة بدك تبع مسودة هون بعد مش الحال إذا نظر ما في داعي مرشته تعلم غوبيتا يعطيك العاصفة خطر ثالث وحدة ليمت في حدا ما فهم غوبيتا اللي لا غوبيتا لا يفعل إلا من القسمة دير مالك على الجدال لا تخدر عليها مثل ما قلت تجي لعزبتك الشغلة لا فقط بالقسمة طب تعال لك شغلة بما انك سألت اجتك هيك اكس بيوس ناقص ونفس تسعة لزاد ونسيت هاي صفر مش اخذها نزل هاي بصير اكس على بيوس اكس هلا بدك تعمل اوبيتا بيطلع نفس الجواب اللي هو شو؟ يعني اذا انت فينك تحول الجدال لقسمه بعدين تعمل اوبيتا تنفض كمان فينك تحت الشيء رح تبقى معنا بعد شو؟ اعطونا الثالثة هلا بكل شيء اسمع عم يخبروا لهذا الفيديو اسمعني عم علم الله طلاب وانت طبعا كثير عم يحكي الاساتذه يعني انا عم علم الاوبيتا ايه عم علم الاوبيتا مش عم يمشي هو ما بصير من برا من هاد هذا عم يخربط الطلاب شو المنهاج قرآن كريم مثلا يعني اذا الطالب يتعلم شغله تنفعه حتى لو من برا المنهاج بتنقذه من الفحص ما بيضر ابدا لكنها ليست بديله عن قوانيننا والقوانين عليهم شو؟ علامه يلا ليمت رح ناخذ مثال على الحاله الثانيه لوغاريتم واحد زائد تي بدل تي بدي احط
يلا تي خليها على نجم او على تي. لما تي تسعى للصفر شو بيساوي؟ واحد. انا كيف بدها تخطر على بالي؟ هي المقدار، ركز معي، اللي جنب الواحد بالوسط بده يكون حصه صفر، والمقام اذا بعوضه شو بده يكون؟ هيك انا بتخطر على بالي. مثال ليمت لوغاريتم واحد زائد اكس بالوسط على اكس، والاكس بتسعى لصفر، الجواب واحد. مثال احترافي اكثر، ليمت لوغاريتم واحد زائد واحد على اكس على واحد على اكس، والاكس بتسعى للثاني، هاي شو رايك فيها؟ تطلع واحد؟ طبعا ليه؟ لانه عدد على نهايه صفر. ليك انت كمان هاي صفر، والمقام صفر، وهذا نفسه هذا معناه هذا جوابه واحد، كانك غيرت المتحول. بس التعليل شو عليه؟ عليه علامه، لان هون لا نهايه، فمشان تفسر له بده له قانون الاصل. طبعا اذا هي كمان ما هي علامه فيها، انا بعيد على هدول. هي وهي اذا بعوضها لهي لازم يطلع صفر، مثل تبعيت الصاين، مثل تبعيت من شوي مرقت معنا بدوين نسيت. وضحت؟ وهي بالوظيفه في وحده بتشتغل ما راح تكون اي وحده. انت راح تعرف. بالمناسبه الوظيفه كلها بال اللي فوق. اللي فوق. هذا اليوم العرب. اعطينا قسم من الواحه اليوم بتكملوا. وعمل دفتر من الوظائف مشان استفاد من تصحيح الوظائف. يوم الاربعاء ان شاء الله اول ساعه مخصصه لتصحيح الوضع. موصل هذه بيها هل طبق عم تقول هذا الشيء لك حكي دامس ما في داعي للتعليق. هلا اذا جابوها هيك جاهزه هون ما في داعي نكتب لي ان، لانه هذا هو نفس القانون. امتى انا بكتب التعليم؟ لما بيكون مغيرينها للاكس. مثلا شو عاملينها؟ واحد على اكس. في عالم بيرمزوا لها هذيك اكس كبيره ويحطوا القانون، حكيتها. يعني هالتي اذا رمزت لها اكس كبيره ما في مشكله. بس انا ما بحب انه الاكس نشيل رمزه ونحط بدال الاكس، يعني سواء كانت كبيره، لانه انت عم تكتب عم تنزل اكس صغيره عم تكتب كبيره. الاكس كبيرة عم تكتبها صغيرة، فعم تفوت الرمزين ببعض. لا خلص بدك تغير رمزه لليوس، اعملها تي اسهل. حطوها ببعض. وفي شغلة لحظة قبل ما انسى. أنا قايل كم مرة، كل القوانين اللي جوابها واحد إذا بتطلبها بضل الجواب نفسه، يعني أنا إذا جاء التمرين بالعكس، كيف يعني؟ إكس على لوغاريتم واحد زائد إكس، كمان الجواب شو؟ واحد. إذا ما مصدقني ونسيتها بالامتحان، عمار غبيتك. يطلع الجواب واحد. قالبين من الحالة الرابعة أنتو؟ إيه قالبين ليه؟ إذا الحالة الرابعة هي معكوسة الحالة أو مقلوب الحالة الثالثة. هلا بالمكثفات القديمة 2023 ما في حالة خامسة وسادسة. بالمكثفات الحديثة 2024 لسه في حالتين رح نكتبها على اللوح مشان نضيفوها. الحالة الخامسة. الحالة الخامسة هاي هي مشتقة من الحالة اللي قبل، فرجوني اياها. لوغاريتم تي على واحد ناقص تي. لما تي تسعى للصفر. جوابها تي ناقص واحد بالعكس يعني تي ناقص واحد. حولنا نص والجواب واحد. هذا مسموح تخش القانون مباشرة بالامتحان، بس انا اعتقد ما راح تقدر تحفظه. لذلك ما بيتر كمان بيجيب لك اياه، تعال نجرب ما بيتر اذا نسيناها لهيك. نعطي مثال عليها، الليمت مرق معنا مثلا لوغاريتم الاكس على اكس ناقص واحد، لما الاكس بتسعى للصفر. طبعا انا يمكن ارجع الحالة السابقة بس ما راح ارجع لها صحيح كثير، ما راح تحفظها. ما بيتر نسيتها بالامتحان، عمال ما بيتر. شو مشتق لوغاريتم الاكس؟ واحد على اكس. ومشتق للمقام واحد. هلا
عدد على صفر لا نهاية. طلع معنا غلط، في شيء خطأ مظهر، نرجع نشتغل. تقدر من القانون برضه؟ معنا جواب هذا لازم لا نهاية. لوغاريتم التي تقدر من القانون صح ما؟ تي لوغاريتم التي على تي ناقص واحد مظبوط؟ لما تي تسعى للصفر بيساوي واحد. ليش عم يطلع معنا واحد؟ في خطأ بالسعي يجوز. طيب فينا نرجع على اللي قبلها؟ فكرنا فيها شوي. إذا هذا فرضناه نجمة ما بصير تي تسعى للصفر، هون في خطأ. عشان نرجع اللي قبلها المقام، ليك المقام لازم يكون صفر عين. هون صفر ما بصير لك ما بصير، في خطأ بهي. طيب هون هي. هون في خطأ شباب. تقدر النقط اللي معك غلط، هلا في نقط فيها صح يمكن، وفي نقط غلط، لأنه في عدة طبعات تي تسعى للواحد. خلص الحل اللي بعد اوبيتال هي الغلط باوبيتال طبعا شفت اوبيتال هلا لو كان التمرين هيك بمناسبه جوابه هيك تعال نعمل اياه اكس تسعى على شو بدنا نعملها؟ واحد شو هو الجواب؟ اشتقينا النص اشتقينا واحد على واحد انتبهت اذا هذا فينا نحن نحفظه قانون بس الحمد لله تعال شوف السادسة ليميت تي ناقص واحد مطلوب مو؟ اكيد راح يطلع نفس الجواب اذا هذا نفس الجواب فينا نعمل له اوبيتال نكتشف الاجابه تي تسعى للواحد صحيح كمان تي تسعى لشو؟ للواحد النقطه دي نضيفها لهي خمسه نضيفها لهي سته تزبط هلا بال اي بس تعلمت هذا انفصل ومتى بينقلب الحادي نجي على اليمين على اليمين في قواعد الاسي هذول لوغاريتمي نجي على الاسي اللي على اليمين الكل عارف وين الخطا المنطقة هاي والمنطقة هاي ليميت واحد ناقص اي اس تي على تي لما تي تسعى للصفر هلا الطلاب عم يخربطوا بين هاي وبين اللي بعدها لانه اللي بعدها تشبهها بس هدول بالعكس اي اس تي ناقص واحد على تي لما تي تسعى للصفر انا مش عم اخربط بين هاي وهاي هو الجواب واحد من الحالتين بس واحد موجب واحد سالب الإشارة مثل أمثال إي أس تي عين لا شو أمثال إي أس تي موجب أنا هذا موجب هون شو أمثال إي أس تي سالب أنا هذا شو جوابه سالب إذا هذول القانونين عكس بعض إذا نسيتون أوبيتال بيطلع لك الجواب تعالوا نعمل أوبيتال على هذا اللي شو مثال على هاي ليميت اي اس اكس ناقص واحد على اكس لما الاكس بتسعى للصفر تعال نشتق اللي ما بيعرف يشتق اي اس اكس راح نذاكره اي اس مقدار لما بدك تشتقه مشتق الاس هو مشتق الاس برضه بتابع نفسه هيك بيشتقوا الاي اس نجمه اي اس اكس اي اس شو ما كان يجي مشتق الاس برضه بتابع نفسه شو مشتق الوسط؟ شو مشتق الوسط؟ مشتق اي اس اكس اي اس اكس هذا الوحيد الرافع وصلنا لانه ما بعرف مشتق غير وصل مشتق اي اس اكس مشتق الاس واحد ضرب الطابع نص
طبقينا. علوش شو نسيت اليوم؟ زهورات. زهورات. يا. حلية. ايه حلية مثلك. A اس اكس. حكيت لكم قصة علوش؟ ذكرونا شوي ثاني. حلبتك. ذكرونا. حكيت لكم قصة علوش. شو عم يدرس؟ وكيف اجى لعنا؟ قال هو جامعة سلتات أو ثاني يوم ذكرته. مشتق A اس اكس. هون A اس. مشتق الواحد صفر. مشتق الاكس واحد. بيطلع الجواب. A اس صفر يلا. A اس صفر واحد على واحد. طلعنا على القانون. إذا بدك طبعا هي بتصير شو مشتق ناقص A اس اكس؟ الناقص ما لنا علاقة فيه. مشتق الجبال A اس اكس. مشتق كمان ناقص A اس اكس. رح يطلع الجواب ناقص واحد. إذا هون بيطلع شغلة عظيمة طلعت هون. بجيب لك كل هدول بدهم هي. صرنا برقم ثلاثة بثلاثة مقلوب أي وحدة منهم؟ مقلوب الثانية. والأولى على جنب اقلبها أنت وحطها ناقص واحد. الأولى أول وحدة اقلبها وحط جواب ناقص واحد. يعني هذول بس ما حتستخدمهم. الثالثة مقلوبة الثانية. والأولى إذا قلبتها حيطلع كمان الجواب شو؟ ناقص واحد. بالوظيفة الرقم سبعة تطبيق على هدول. يعني الرقم سبعة تطبيق مرتبط على على مقلوبة الأولانية. فكر فيها بس يبين معك انت عم تشغل الوظيفة لك تشوف مين بتشغل من تحت وتحاول تطبق. ونشوف رقم شو صرنا؟ أربعة. مرتك بجا أربعة. هذا شو حتطلع لي واحد متزوج من بيناتكم يعلق معي. هذا السؤال هبه. بالمشتق قصدك أنت؟ إيش كيف مشتق ولا هيك؟ العدد بحطه على جنب. مشتق اللي بعده، أول هو المشتق الأول بالثاني. لا مشتق الثاني ما فضلاني هبه اليوم ها. طب ايه تعالي بكره ايه بكره عصر ليميت اي اس تي على تي اس ان لما تي تسعى على شو؟ لزاد لنهاية. يا نسيتها طبعا هذا مثال يا اول شيء مثلا انا معي اي اس اكس على اكس لما الاكس بيسعى لنهاية تعال نشتقها هو مثال بيجيبها مشتق A اس اكس نفسه ومشتق ال اكس واحد لما ال اكس تسعى للانهاية A اس لانهاية لانهاية ما نعرف هذول انتبهوا علي نسيانو A اس لانهاية بالنهايات انت عم تحسبها يعني اذا انت عوضت عم سودي وطلع معك A اس لانهاية جوابها شو؟ لانهاية رحت انت عوضت عم سودي طلع A اس ناقص لانهاية جوابها صفر عوضت انت عم سودي A اس صفر واحد إيه اس واحد إيه هذول بديهية جدا قوانين مبررات جاهزة معلش نحكي لهم مصطلح الشغل زي سنة تانية وباللوغاريتم إذا بيمرقوا معك هذول كمان لا تنساهم نعلي هنا شوي لوغاريتم الصفر واحد طبعا هو ما وصلت لك اللوغاريتم الصفر، انا عم بحكي اسماء حسابه نهاية يعني مبرهن. لو المطلوب لازم يكون اكبر من الصفر، بس اسماء النهاية عوضت عم سودا طلع معك هالمنظر. لوغاريتم الصفر غلط شو واحد؟ ناقص لانهاية. لوغاريتم الواحد صفر. لوغاريتم الاي واحد. لوغاريتم الزائد لانهاية زائد لانهاية. هذول
أثناء التعويض إذا مرقوا معك تذكر الأقل جاي من معادلات النهايات. رقم خمسة إذا كانت التيم فوق والتيم تحت جوابها صحيح. كمان فينك تاخذ مثال عليها، مثلا ليمت اكس على يو سيكس لما اكس 9 للزائد جوابها صفر. على فكره هي شو بتشبه؟ الكم خبر انه هي اذا بتطلع لفوق تطلع لي اخذناها من الصفحه اللي قبل. هي نفسها هذيك على فكره. هي نفسها. لو حبيب مالك فضلا رجع شوف الصفحه مو انا بتكون شاطره هي عكس انا هاي شو نسيت هاي عكس انا. طيب نطلع على الوظائف شوي لفوق يلا نصير نهايات مميزه نسوني اياها نطلع على الوظائف رح تحجم كل وحده منهم فكرتها ان شاء الله بنشيلها بالبيت اليوم كل ما عندك تلفون خيط صدق صغير معلش شاء الله بعطيك تلفون رقم واحد مرافق رقم اثنين احاطه رقم ثلاثه مرافق رقم اربعه قانون رقم خمسه احاطه رقم سته قانون رقم سبعه قانون رقم ثمانيه طلع عامل مشترك نبسط طلع نبسط عامل مشترك بعدين نزبط الأمر رقم تسعة للجهة الثانية أول وحدة رقم تسعة أول وحدة تسعة وانتو نازلين رقم تسعة مرافق رقم عشرة خواص الألغوريتم اللي اخذناه من شوي يخسر الطاح لو شو كبار رقم 11 ما راح اقول لك شيء دبر حالك لو جبت دبر حالك رقم 12 قانون رقم 13 احاطه رقم 14 حاطيك طرف الخيط الاثنين اي اس اكس ترى ما جاي ولا غلط ما مطلوب الاثنين اي اس اكس لا مو اثنين اي اس اثنين اس اكس بعتذر بس انا مخي عم يحكي لقدام بشوي كيف بعملها اي اس اكس هي لازم تكون تعرف عدد اس اكس لازم تحولها اي اس اكس شو كيف بنحولها؟ بنقول اي اس اي اس الاس القديم يعني هذا الاكس بلوغاريتم العدد هاي القاعده هيك بنحول العدد اس اكس لاي اس اكس هذا بتزبط معناه الاثنين اس اكس كيف بحولوها؟ بيقولوا اي اس اكس بلوغاريتم بعدين صافي نكتب إذا العدد هيك بنحوله وهذا هام جدا لضروره 2024 ما جاي ولا ما لما نطلع جواب النهائي او لما بدي اشتق مثلا ما فيك تشتق 2 و 6 اعتبر تغيرات 2 و 6 هاي الشرطيه ما بتزبط فانا بحولها لاي مش هنطبق لها قاعده روسيه مش هنطبق روسيه بالطبع نفسه او هلا بهذا التمرين بالنهايه بتطلع رد تعيين بدل تخلصي منه بتحوليها إذا ما تفكر الرقم 14 15 تبدأ حالك 16 نهايات مميزة اللي آخذها لفقرة نهايات مميزة بيعرف بحالها اللي ما آخذها ما راح يعرف أنا بعلم إياها ما راح نشرح إذا رقم 16 نهايات مميزة وين نهايات مميزة هذول الاثنين اللي على اليسار فوق شوفوا هون هذول النهايات المميزة اللي فوق واحدة منهم بتقول لك واحد زائد تي اس مقلوب 30 لما تي تصعد صفر جوابي وهديك واحد زائد المقلوب
وفتي لما تي تسعى للا نهاية بسوي هدول بدك تستفاد منهم بهالتمرين اللي تحت اللي اخذه اللي ما اخذه اللي تركه عجلة بعدين نشوفه ورقم اخر وقت شو رقم الصلاة رقم 17 ما رح اقول لك شيء لان اليوم مش رح تروح بيت شوي دبر حالك هدول مراجعة سريعة لأهم النهايات عم يمروا معنا بالمنهاج واللي نحن ننطبقها لاحقا بأسئلة التغيرات.